محمد اسماعيل، محافظ الصعيد، مركز جهين. عندي مكتبة، فحبيت ان انا اخش في المجال ده عشان اصين لنفسي وكده. عرفتك عن طريق الفيس. الكورس العملي ده اكيد طبعا 100 100، بتفك اول حاجة المجاميع الميكانيكا، بتعرف كل ترس رايح فين، الكهرباء والكارتات، وبتعرف يعني تفاصيل المكنة كاملة بتعرفها جوه المكنة. في فرق بينك وبين اللي هو واخد الموضوع يعني بالممارسة، تعرف انت طبعا كل حاجة وكل مكون ايه اللي بيشغله وايه اللي بيفصله، والكارتات والادارة والكنترول وكل حاجة انت بتعرفها في المكنة. حاسس ان انا لا يعني الحمد لله، يعني لو وقفت دلوقتي قدام عطل بنسبة هنقوله مش 100% عشان ما ابقاش كذاب، نسبة 80% هعرف اجيبه ان شاء الله. تنصح بايه اي متدرب جديد؟ ان شاء الله انصح ان هو يجي يتعلم يعني هنا الاكاديمية. الصراحة ناس محترمة جدا، باشمهندس رامي، باشمهندس محمود مدير المكان، باشمهندس يحيى مشرف، كلهم ناس محترمين.